السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة عن ابشع، اقسم بالله ابشع غسول جربته في حياتي، من مثلا من ساعة ما ابتديت استخدم غسولات، مثلا من كام سنة، مثلا من 20 سنة. من 20 سنة. ما تقوليش انت عندك كام سنة، عشان انا كنت بشتغل على فكرة، بستعمل غسولات من وانا صغير جدا. امي معوداني نظافة الوش دي حاجة يتصرف عليها، ماشي؟ حد يقولي عندي كام سنة؟ هتعرف هتعرف، متستعجلوش، تمام كده؟ ف يعني الغسول بشع، اقسم بالله بشع. وهو الغسول ده، الشيء ده بشع. الشيء ده اسمه ديرمو فيفا، تفتيح وإشراقة، غسول للوجه، زفت، يعني زعفران وكركم والصندل، وعاملين لك عليه الايه، هو 150 ملي و35 ملي زيادة. قال احنا ناقصين قرف، يعني بيزود لك القرف، بيقول لك خدي عندك قرف اهو، خدي عليه شوية قرف هدية. يعني اقسم بالله، يعني تقريبا انا اول ما اشتريته قلت لكم ان هو مش عاجبني، بس ما كانش يعني مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. بقى ابشع. انا استخدمت فوندي، يا اسمه ايه ده، غسولات كتير جدا جدا، ماشي؟ فظيع فظيع. اول شيء بدايه كده ريحته، زي ما تقولي، هي ريحته فزه، يعني ريحته صابون. انت بتغسلي وشك بصابون عادي، صابون عارفين بقى، كامي ولوكس والكلام ده، هو نفس العينه بالظبط. تاني حاجه بقى، يعني انا لو فتحته لكم هينزل دش، يعني استني اوريكم، والله العظيم لازم اوريكم. بصوا ادي منديل اهو، بصوا جوه ميه، بصوا 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 بصوا، رهيب رهيب رهيب. يعني لو انت قررت يا اللي بتعمله يا اللي بتصنعه انك تعمله بهذه الفورملا او بهذا القوام، تمام كده، المفروض يعني العادي الطبيعي انك تعمل بامب يتداس عليها كده، زي ده كده، بامب يتداس عليها، تمام كده، فينزل لنا الصابون، تمام. ايه بقى ده؟ ايه بقى؟ انا مجرد ما افتح العلبه الاقي ملحق، والله العظيم انا ما بلحق. يعني عايزه اقول لكم ان هي، بصوا هو لغايه هنا اهو، ماشي؟ انا عايزه اقول لكم مثلا ما استخدمتوش 5 مرات على بعض، تمام؟ يعني عشان يوصل لحد هنا كده، من كتر ما بيدلق. يبقى الريحه بيدلق، نيجي بقى نقول نشوف بقى تاثيره على الوجه. يا جدعان بيهيج لي وشي، والله العظيم بيهيج لي وشي. مجرد ما بغسل بيه وشي بحس ان وشي كله بياكلني، ماشي؟ في اكلان كده، يعني صابون، يعني كميه كيماويات صابون على وشك، يعني رهيب. ده اخره وش هاند كده، لدرجه ان انا استخدمته اول مره وتاني مره. يمكن انا وشي مثلا، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا باخد علاج لوشي، يمكن انا وشي حساس زياده ولا حاجه، يمكن انا مش عارفه ايه، يمكن عمالة مرة مع التانية مع لا، لغاية بقى ما اشتريت المجموعة بتاعت جونسون هيدريشن فريش الجديدة، وابتديت استخدم الغسول بتاعها. قلت اوقف ده شوية بقى واستخدم الغسول بتاع السنة، وهجيبه لكم واوريه لكم اهو. يا بنات، ده الغسول بتاع جونسون هيدريشن فريش الجديد. دي مجموعة كاملة نازلة من جونسون، عاملة ضجة جامدة جدا، فأنا اشتريت المجموعة كلها وعاملة لكم عنها ريفيو. زي ما قلت لكم، لو الريفيو بتاعها نزل الأول هسيب لكم لينك ريفيو تحت تروحوا تتفرجوا عليه، لو لسه ما نزلش استنوا إن شاء الله بإذن الله هينزل. طبعا لما استخدمت الغسول دوت لقيت وشي ما بيعملش أي حاجة، ولا هرش ولا احمرار، بالعكس وشي كويس جدا. إيه بقى؟ إيه المشكلة؟ رحت رجعت استخدمت ده كمان مرة، والله العظيم ما اتحط على وشي تاني. طلع هو اللي بيعمل لي الاحمرار والهيجان في بشرتي. بشرتي مش مستحملاه، يعني بشع
يعني محدش يدفع فيه يا جدعان ربع جنيه والله العظيم. يعني عايزه اقول لكم ان هو بتاع الغسول التاني بتاع ايفا، اللي هو بتاع بي وايت اللي انا عامله لكم عنه ريفيو، والله العظيم لاجيبه لكم. اللي هو ده يا بنات، هو ده. بصوا شايفين طبعا العلبه متاكله وميته يا عيني. طبعا عايزه اقول لكم مثلا دي التالته تقريبا من البتاع ده، كل ما بيخلص لازم اجيبه تاني مع اي فاونديشن تاني. مش عارفه ايه مصممه ان هو فاونديشن، مع اي غسول تاني بستخدمه لازم يبقى ده موجود. عشق بالنسبه لي، رائع جدا، وتقريبا بنفس السعر ده او اغلى منه حاجه بسيطه. يعني ده تحفه للبشره الدهنيه، تحفه تحفه تحفه، يعني تحفه 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 تحفه، فظيع. وعامله لكم عن ريفيو، هسيب لكم برده لينك الريفيو تحت. فده يعني انا ان شاء الله هحطه في ال... في ال... في الازازه اللي بحطها على التويليت، في ال... على الحوض عشان نغسل بيها ايدينا. ده اخره معايا يعني بصوا انا كان ممكن على فكره احطه في فيديو الحاجات اللي انا ما حبيتهاش الفتره الاخيره، لان الفيديو ده ان شاء الله نازل قريب. بس الحقيقه ان انا من كتر بشاعته من كتر بشاعته قلت لا، ده عايز له فيديو لوحده كده عشان ينور كده يعني، فاهمين؟ ده كان الفيديو يا بنات، ويا رب ما كنتش تقيله عليكم، ويا ريت تعملوا لي لايك 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 لايك، وتتابعوني على الانستجرام والفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. ولو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تنزلي تشتركي في القناه وتنوري. باي باي.